اجتمع سعادة الدكتور عبد اللطيف براشد الزياني وزير الخارجية في جنيف مع معالي السيدة تانيا فايون نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الأوروبية والخارجية بجمهورية سلوفينيا، وذلك في إطار مشاركته في اجتماعات الجزء رفيع المستوى لمجلس حقوق الإنسان في دورته 52. وخلال الاجتماع تم استعراض علاقات الصداقة القائمة بين مملكة البحرين وجمهورية سلوفينيا وسبل الارتقاء بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات إلى مستويات أشمل بما يحقق المصالح المشتركة، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان والقضايا ذات الاهتمام المشترك.